السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم انا وهي والنجوم. ارجو من حضراتكم الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا ولكي يصلكم كل جديد. وفقنا الله ووفقكم الى ما فيه الخير. شكرا للمشاهدة، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تعرفي من خلال برجك على الصفة الأكثر إثارة لديك. لكل امرأة صفة تميزها عن غيرها، وهذه حقيقة وواقع. فنجد أن الرجل يفضل امرأة عن أخرى لميزة معينة في هذه المرأة. اليوم ومن خلال هذا الفيديو سوف نقول لك ما هي الصفة الأكثر إثارة التي يمنحك إياها برجك، وكيف يتلقى المحيطين بك هذه الصفة، لكي تعرفي كيف تستفيدين من هذه الصفة في استخدامها لصالحك. برج الحمل، الصفة الأكثر إثارة لديك هو شغفك. من يعشقك يدعك طيلة حياته. أنت مستقلة ومندفعة، تريدين حياة مليئة بالحركة. هذا الشغف المشتعل يعضي كل من حولك فيصبح أسير رغباتك ومغامراتك بهدف أن يأخذ مكانا في حياتك. برج الثور، صفتك المثيرة نجاحك. هل هناك شيء أكثر جاذبية من أن تكون امرأة قادرة على تحقيق أي مهمة بشكل جيد؟ ذلك بفضل مثابرتك وقدرتك الفطرية على القيادة. من يدخل حياتك محظوظ، فأنت موهوبة في تدليل أحبائك. برج الجوزاء، الصفة المثيرة حكمتك. الناس يعشقون الاستماع لامرأة من برج الجوزاء، فطبيعتها العفوية تجعل منها مرغوبة وصعبة المنال في الوقت عينه. أنت تعلمين ذلك لأنك غالبا ما تصادفين معجبين لم تلحظيهم حتى، وفي الواقع أنت لا تمانعين ذلك بل تستمتعين بهذه الحقيقة. برج السرطان، صفتك المثيرة تصرفاتك الغير متوقعة. لا يعرف المحيطين بك ماذا سيتلقون منك، هم دائما يتوقعون الأفضل أو الأسوأ، فأنت تسيرين على الخط الفاصل بين القساوة والليونة، بين البرودة والعاطفية، بين الاستقلالية والاتكالية. طبيعتك العفوية تترافق مع عدم قدرتك على القرار، لكن تلك الخلطة الغريبة تجعلك في قمة الجاذبية في نظر الرجل. برج الأسد، صفتك المثيرة سحرك. من لم يلتقي امرأة من برج الأسد لم يعرف ما هو السحر منذ اللقاء الأول. أكان يريد ذلك أم لا؟ القرار قرارها. بهذه الجملة تختصر صفاتك أيتها الجذابة. فأنت تشعين طاقة ودفئا، وكأنك تملكين مغناطيسيا طبيعيا. برج العذراء، صفتك المثيرة ذكائك. من يعشق التحدي الفكري يبحث عن امرأة من برج العذراء. أنت قادرة بالفطرة على إيجاد حلول للمشاكل باستخدام حيلتك وحسن تدبيرك وكل شيء تعلمته من قبل. ذلك العقل المميز الذي تملكينه يجعلك جازمة في المواقف الصعبة وقادرة على المحاربة من أجل من تحبين. برج الميزان،
صفتك المثيرة إحساسك المرهف. لا يفهم كثيرون عمق روحك، لكن من يفهمها سيعشقك حتما. أنت حساسة جدا وغامضة، لكن في الوقت عينه تريدين التقدم ودفع شريكك معك. هذا الخليط المتناقض الذي تتمتعين به يجعلك في قمة الجاذبية. برج العقرب، صفتك المثيرة غموضك الداكن. أنت كاللغز المظلم الذي يصعب فكه. تجذبين الرجل الذي يحب العلاقات المعقدة والمليئة بالتحدي، فأنت الوحيدة القادرة على منحه بركانا من العواطف المتناقضة، لذا يتحول إلى مدمن عليك. برج القوس، أهم صفة مثيرة لديك هي قدرتك على تلوين حياة الآخرين. من يبحث عن امرأة لطيفة وديناميكية يجد دالته لديك. تغرقين أحبائك بالحب والاهتمام والطاقة، وذلك يجعلهم لا يتصورون حياتهم من دونك. لكن كل ذلك لا يلغي ذكائك الحاد وعدم قدرة أحد على خداعك. حينها ستتحولين إلى نقيض من أنت. برج الجدي، صفتك المثيرة هي سكونك. أنت راقية بطبيعتك وحازمة جدا عندما يتعلق الأمر بمعتقداتك، لكن ذلك الثبات لا يحتاج للكثير من الكلام، فسكوتك يخبر عنك. الرجل يجد هذا السكون مغريا جدا، فيصبح أكثر إصرارا على فك ألغازك وجعلك تبوحين. برج الدلو، صفتك المثيرة حبك المروج. تكونين في أجمل حالاتك عندما تستسلمين لطبيعتك ولا تحاولين أن تغيري شيئا. شخصيتك الفطرية جذابة جدا لأنها خليط من المشاغبة والمراوغة والعادات المضحكة والطرق المميزة للحصول على ما تريدين. وأخيرا برج الحوت، صفتك المثيرة ليونتك. لينة أكثر من المياه وعاطفية جدا، لكن وجهك الآخر قاسي وهجومي، تظهرينه في حالات نادرة جدا. لا تمانعين العمل خلف الكواليس، فثقتك بنفسك عالية وذلك يجعل منك شريكة جذابة. أرجو أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، وأرجو أن تركزوا على مناطق الإثارة لديكم. شكرا عزيزتي، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة. فقط اشتركي في القناة، فعلي الجرس حتى يصلك إشعار بالفيديو الجديد. لا تنسي، ننتظر استفساراتكم واقتراحاتكم في تعليق. مشاركتكم للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تسعدنا جدا. شكرا للمشاهدة. تنويه هام، الأبراج مجرد تسالي، ولن يعلم بالغيب غير الله سبحانه. لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى ابداء رأيك على الفيديو بتعليق، ولا تنسى تفعيل الجرس حتى يصلك إشعار بالفيديو الجديد.